يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الجمعة أكثر من مليون ومائتين وثلاثة آلاف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم نحو مليون ومائة وثمانية وسبعين ألف شخص وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ثمانمائة وخمسة وأربعين ألف شخص